أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية اس سورے کا نام سورہ اخلاص ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی چار آیتیں ہیں ایک رکوع ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پھر سے ایک مرتبہ پڑھیں گے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اور کلمے یاد کریں گے هو الكلمة طيب طيبان پاک لا إله إلا الله محمد رسول الله دوسرا کلمہ شهادت شهادت معنی گواہی دینا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کھانا کھانے کی دعا بسم الله وعلى بركة الله کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين